صباح الفل على كل حبايبنا الاهلاويه، معاكم احمد عصام من ملعبنا الاهلي والسلام، وحلقه جديده من برنامج يلا يا اهلي. ماتش النهارده ان شاء الله هو بدايه مشوار التتويج بالنجمه العاشره في دوري ابطال افريقيا، لما هنخرج نلاعب سوني ديب بطل النيجر في ذهاب دور ال 32. نفكركم ماتش النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 4 على ملعب الجنرال سوني كونشي في العاصمه نيامي، والمباراه هتكون مذاعه على قناتنا على الهواء مباشره، وقبلها الاستوديو التحليلي مع كابتن ايمن شاوي وضيوف الاستوديو. يلا بينا. فرينا بيدخل ماتش النهارده بعد ما حسم اول ماتشين في الدوري قدام المقصه بنتيجه 3-1 وبعد كده غزل المحله ب 3-0، وقدرنا نحسم فيهم الصداره مبكرا بعد اول جولتين، لكن هيكون عندنا غيابات كتير مش هتكون معانا في ماتش النهارده. وليد سليمان ومروان محسن للاصابه، ده غير الثلاثي اللي جالهم فيروس كورونا، قفشه والسوليه ورامي ربيعه اللي انضم لمدربنا بيتسو موسيماني وما سافروش مع الباسا، وهيكون بيقود الفريق النهارده مستر جافين جونسون المدرب المساعد المخضرم اللي ادار ماتش المحله بكفاءه الحقيقه، وقدرنا نكسب 3-0. ماتش النهارده بقى هيكون راجع لنا فيه عناصر جديده بعد غياب زي سعد سمير اللي راجع بعد غياب من اصابه طويله جدا وما كانش متواجد معانا من فتره، وكمان طاهر محمد طاهر اللي غاب عن الماتش الاخير بسبب نزله برد. ومن المنطقي بقى النهارده ان احنا نشوف تعديلات في التشكيل بسبب الغيابات دي، هيكون متواجد الشناوي في حراسه المرمى وقدامه محمد هاني وبدر بنون وايمن اشرف وكمان علي معلول على ناحيه الشمال، وفي نص الملعب هيكون موجود ديانج ومعاه حمدي فتحي وقدامهم طاهر وكهربا وجيرالدو، والوحده في الهجوم محمد شريف المتألق. منافسنا النهارده هو فريق سوني ديب بطل النيجر، وده فريق بيمثل شركه بترول كبيره هناك، والفريق ده الحقيقه يعتبر معجزه بكل المقاييس. الفريق ده تاسس سنه 2014 وقدر ان هو يكون متواجد على الساحه ويحجز اسمه بين الكبار هناك في الدوله الصغيره كرويا دي. الفريق اللي تاسس سنه 2014 قدر يكسب الدوري مرتين والكاس مرتين وكمان يكسب مسابقه السوبر في النيجر مره واحده. الفريق النهارده بيوصل لدور ال 32 لاول مره في تاريخه بعد مشاركتين قبل كده في البطوله، خرج من دور ال 64 قدام زيسكو يونايتد الزامبي وكمان شبيبه القبائل الجزائري. رئيس نادي سوني ديب زار بعثة النادي الأهلي في نيامي، والحقيقة الراجل أبدى إعجابه بالفريق وقال إن هو سعيد بمواجهة نادي القرن، لكنه قال إن القرعة كانت قاسية لأنها بتخلي الفريق اللي بيتأهل لأول مرة لدور ال 32 يلعب فريق كبير بحجم النادي الأهلي حامل اللقب والأكثر تتويجا في القارة. فريق بقى سوني ديب عندها العديد من اللاعبين المميزين، عندهم 2 لعيبة دوليين بيلعبوا في منتخب النيجر، ده غير المهاجم التجولي كويجو وكمان الظهير المالي ديالو ومعاه كمان الظهير التشادي سيزار. بنتمنى كل التوفيق لفرقتنا في ماتش النهارده، والبعثه ترجع لنا سالمه غانمه الى ارض الوطن ان شاء الله عشان ماتش يوم الاثنين اللي جاي وقمه جديده قدام نادي الزمالك بعد ما حسمنا نهائي دوري ابطال افريقيا بالقضيه، ونشوفكم يوم الاثنين ان شاء الله قبل مباراه القمه. ويلا يا اهلي.